مساعد مسلط الاحتلال معلم من سلطان القاهره ومتسكن في محافظه اسيوط. موجودين النهارده هنا ليه؟ والله احنا يعني نعبر عن الوقفه الاحتجاجيه لان سمعت الوزير متعمد جدا في نقل المعلمين طبعا بعد تصريحات رئيس الوزراء وقال ان هو هيرجع كل الناس ومفيش حد هيبقى مختلف في المسابقه اللي هي بتاعت 30,000 معلم، ولكن طبعا الوزير يعني معارض للقصه دي وطبعا عاوز يحاول ان هو بيرجع المعلمات بس ومش عاوز يرجع المعلمين هم رجال. ايه المطالب؟ والله عاوزين نرجع كلنا نرجع لان طبعا احنا برضو متجوزين ومعانا عيال وفاتحين بيوت والكلام ده، طبعا الظروف المعيشيه صعبه، طبعا مرتب 1000 جنيه ما بيكفيش حتى المواصلات، يعني احنا ال 1000 جنيه دي انا بصرف المواصلات رايح جاي طبعا حاجه صعبه جدا، ويا ريت للاسف الاماكن اللي هم حاطيننا فيها طبعا ان في تعليم او الكلام ده ما فيش تعليم ولا في امان ولا في الكلام ده، احنا على طول قاعدين في ضرب نار، انا محافظ على الصوت مركز المداري طبعا كلها خصومات سائريه والكلام دوت والواحد حاسس بعدم الامان هناك. ايه هو الزبعه ده اللي بيقولوا ايه الاسباب اللي الحكومه بتروح اللي مش عايز تجيبها؟ والله هو بيقول بقى العجز والزياده، انا طبعا حاجه كلام ما تخش الدماغ، يعني طبعا هو يرجع 12,000 معلمه زي ما هم بيقولوا على الرغم ان الارقام بتاعته دي كلها مش صح، هو بيقول ان هو يرجع 12,000 معلمه والرجاله فقط 3,000، فمعرفش ايه بقى العجز او الزياده اللي هو هيعملها او الكلام ده او ايه العجز اللي احنا هنعمله اللي هم ال 3,000 راجل. انا من محافظه الغربيه ومساكن محافظه اسيوط اخر مركز في اسيوط اللي هو مركز البدائل. والله احنا مسابقه 3,000 معلم، كل الناس عارفه ان في 14,000 مغترب. رئيس الوزراء طلع قال قرار ان هو يرجع جميع المغتربين في شهر 6، لان الوزير التربيه والتعليم طلع في نفس اليوم على التلفزيون بالليل وقال ان هراجع الحريم فقط لا غير مش هراجع الرجال، واصر على موقفه وطلع في ده دوري بعوده المعلمات اللي هو 12,000 معلمه وبقى 2000 معلم، يعني ال 2000 معلم دول هيسدوا عجز 12,000 معلمه. احنا بنتساءل هذا السؤال بس، ال 2000 معلم هيسدوا عجز 14,000 معلم؟ خاصة ان احنا بنبعد عن اسرتنا واهلينا، بقول دلوقتي هرجع المعلمات عشان لموا الاسره، طب لموا الاسره للمعلمات مش للمعلمين؟ طلباتكم النهارده نرجع محافظتنا، كل الناس ترجع محافظتها، يعني احنا دلوقتي انا نفسي انا خريج 2004 او 2005 جاي جدا مع مرتبه الشرف، اتعينت في 2015 يعني بعد 10 سنين تخرج جاي جدا مع مرتبه الشرف ولسه يا دوب متعين، لما لقينا في عداله وبقت في مسابقه ما فيهاش اي تزوير ما فيهاش شفافيه، ودلوقتي جاي فينا في محافظه اسيوط مش قادرين يرجعونا محافظتنا، ليه؟ انا محافظه الغربيه، انا من طنطا الغربيه. في حالتها ده نبنيها بقى، والله ان شاء الله احنا بنامل ان احنا نرجع محافظتنا، ولو ما كانش كده هنعلن ان شاء الله حصاننا هنا او امام وزاره التربيه والتعليم ان شاء الله.